اليوم نحن رايحين لوحدة من أروع الأماكن الأثرية والسياحية بطرابلس وهي جزيرة الأرانب. ولكن قبل ما أحكي قصة هالجزيرة لازم نعرف أنه طرابلس كانت ولا تزال بتتميز بجزرها البحرية الـ11 يلي أغنوا هالمدينة ويلي بعدهم موجودين لغاية اليوم. هالجزر هن الأرانب، سنني، رمكين، البلين، الرميلة، العشاء، البقر، المكسبة، طويلة، طروس، بالإضافة للجزيرة الثالثة. هالجزر يلي تكونت تاريخيا بفعل العوامل الجيولوجية والطبيعية كانت شاهدة على معظم الحقبات التاريخية يلي مرت على طرابلس، فكان لكل جزيرة من هالجزر قصة وحكاية. وبالعودة لجزيرة الأرانب، فقد شهدت هالجزيرة على تاريخ الحضارات يلي تعاقبت على مدينة طرابلس، بدءا من الفينيقيين مرورا بالرومان والبيزنطيين، الأمويين والفاطميين وغيرهم الكثير، وصولا للانتداب الفرنسي. وقد تم بناء كنيسة على هالجزيرة بالعام 1224 بطلب من ملك انطاكيا، ويلي بعدها أثارها موجودة لغاية اليوم، بالإضافة لوجود بير مي للشرب. طبعا معالم هالجزيرة مثل كل الجزر تغيرت مع مرور الوقت بفعل العوامل الطبيعية، ولكن الحدث الأهم لهالجزيرة كان عام 1992 وقت صدر قانون عن المجلس النيابي اللبناني قضى بتحويلها مع جزيرتي رمكين وسنني لمحميات طبيعية. هالجزيرة يلي تعتبر الأكبر من حيث المساحة تنقسم لثلاث أقسام: القسم الغربي وهو صخري، والقسم الأوسط وهو ترابي، أما القسم الشرقي فهو بيمتاز برمله الأبيض الناعم. بالإضافة لذلك تعتبر هالجزيرة محطة طبيعية للطيور المهاجرة القادمة من أوروبا بخلال فصل الشتاء، وبفصل الصيف تقصد السلاحف البحرية لتبيض بين صخورها. ويلي بميز هالجزيرة كمان هو وجود نباتات طبيعية نادرة فيها. أما بالنسبة لتسميتها، فقد سميت هالجزيرة بالبداية بجزيرة النخل لأنها كانت مليانة شجر نخيل، واستمر هالاسم مرافقة لغاية حقبة الانتداب الفرنسي. فقد استغلوا الفرنسوية الجزر الموجودة وحولوهن لقواعد عسكرية، باستثناء جزيرة النخل فقد جعلوها مركز للاستجمام، وجابوا عليها مجموعة من الأرانب لتتكاثر ويتصيدوها. ولكن هالأرانب تكاثرت بسرعة كبيرة وكانت تتغذى من أشجار النخيل، ومع الوقت يبست هالأشجار وكادت أنه تختفي وغاب عن هالجزيرة لقبل قديم لا تتسمى فيما بعد بجزيرة الأرانب، ولليوم اسمها بعده ما تغير.